هاي نايس بيبل، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس ومرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. اليوم راح نمد نصائح لطلبه البكالوريا كما قلنا في اسبوع الباك، يعني في السمانه هذيك وشنو هما الغلطات اللي لازم تتفاداوهم، الحوايج اللي ما لازمش ديروهم، اللي لازم تنتبهوا ليهم هكذاك باش ما تنساوش ان شاء الله وتفوتوا الباك وتنجحوا قايتنا. المهم تابعوا معنا لا فيديو جوسكا لا فان، واذا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم وتابونيو في اليوتيوب شانل وخلوا لي دي كومونتير زينين. سو يا كملوا لا فيديو جوسكا لا بون. كيما راكم عارفين مازلتنا نهار واحد على الباك، نهار ولا اقل من نهار، بالك لا فيديو تهبط قدوه. المهم دونك يلا نبداو خطوه بخطوه، يعني بالترتيب واحدة بوحدة هكذاك باش ما ننساو والو. دونك الحاجة الأولى نهار الأول يعني لافي لازمكم ترقدوا بكري ولازم تبريباريو قايتين الأدوات اللي تحتاجوها. وجدوا اللبسة ألافونس، وجدوا لاتخوس نتاعكم اللي فيها الأدوات، وما تنساوش الكونفوكاسيون تاع الباك، هذه كامل ديرهم لافي. وإذا حبيتوا باش تدوا معاكم حلاوة، اشرو حلاوة ولا شوكولا جو، يعني سناكس هكذاك أون كاو دوخو ولا تنفح لكم تغرينيوتو كاش حاجة، هذو وجدوهم نهار السبت في الليل. وكما قلت لكم ارقدوا بكري ما تسهروش هكذا باش تقدروا تنوضوا بكري نهار الحد. ودو بريفيرونس كي تنوضوا الصباح ايفيتيو يعني لا ريفيزيون تاع لا ديرنيير مينوت باسكو راكم تكونوا ستريسي، دونك ما كلاه تشوفوا لي بوليكوبي وتشوفوا لي ريزومي. استما نوضوا بكري، وجدوا رواحكم بكري هكذاك باش تخرجوا بكري وتوصلوا توصلوا الوغ للمركز تاع الامتحان وباش تيفيتيو الغوتا. دوكا اذا كان نورمالمون الباك يبدا على 8، نتوما ماذا بكم يعني 8 غير ولا 7:30 راكم ديجا خرجتوا من الدار بون على حساب البعد تاع المركز الامتحان. هكذاك باش توصلوا بكري وتيفيتيو انهم يسكروا عليكم الباب كيما صراو مع تاع العوام اللي فاتوا. وان فوا توصل ليكول اللي تعقب فيه، الحاجه الاولى يعني النصيحه اللي نمدها لكم هي ايفيتيو انكم تهضروا مع المترشحين الاخرين، يعني ايفيتيو القسرة معاهم ولا تقصي صاحبك تقول له واش راجعت، والاخر يقول لك والله ماني مراجع، واحد يقول لك راني مقلق. استنى ايفيتيو كامل هذيك الهضره دو بريفيرونس، يعني سلام سلام اذا تلاقيت مع جماعه تعرفهم، اقعد وحدك كونسونطري مع روحك، يعني ركز مع روحك، اقرا الادعيه، اقرا القران اذا كنتم مستخسيين ياسر ومتوترين، دونك ما تنساوش الادعيه، استغفروا اقراوا القران، مي ليسونسييل ايفيتيو الهضره مع الطلبه الاخرين هكذاك باش تتجنبوا انكم تسمعوا اشاعات ولا يخلعوكم كاش حاجه يقول لكم بالك راه السوجي يطيح صعيب قال لك كذا. دونك ايفيتيو كاع هذا يعني هذا النش داكوغ. اي اون فوا تدخلوا لاسال يعني وين تعقبوا بون رايحين يفركتوكم قبل لا تدخلوا للليسي وكل شيء، فيريفو الكونفوكاسيون ويفركتوكم، يعني كاينه واحد لاباغاي يعقبوها عليكم ما تخلعوش، يعني مادامكم ماكمش مدين ماكمش رايحين تكوبي ونيتكم زينه وديجا موجدين ما عندكم علاه تخلعوا من هذو الاجراءات، هذو اجراءات قانونيه عاديه جدا موالفين يديروها. بون ايا اون فوا تدخل لا كلاس راك تلقى اسمك مكتوب في اكوتي داكوغ تاع حوس على الطابله نتاعك، اقعد فيها اذا كنت مدي بالك كش ما تقرا تريفيزي لا ديرنيير مينوت، حتى وانا قلت لكم ما كان لها ديروها بصح معليش اذا ديتو اقعد ريفيزي بلا ما يلحق وقت الامتحان والوقت اللي يوزعوا عليكم لي سوجي. ايا دوكا نجيو كي يوزعوا عليكم قبل لا يوزعوا لي سوجي راحين يعطوكم ورقه الاجابه ورقه البغويون. الحاجه الاولى البغويون كي مدوها لكم ما تكتبوا فيها والو قبل لا يبدا ليكزامان، ما تكتبوش في البغويون باسكو بالك واحد من الحراس كي يشوفك كتبت فيها يخصيبك جايبها معاك ولا يخصيبها كوبياج، دونك ما تكتب والو طبقها باش تكون منظمه وخليها دو كوتي. شد ورقه الاجابه اللي مدوها لك اكتب كامل لي زانفورماسيون تاعك، يعني اسمك لقبك واش سموه النيميرو اللي في الكونفوكاسيون هذاك تاعك اكتبوه وتاكد منه زين زين لانه هذاك راه مهم جدا. دونك اكتب المعلومات نتاعك زيد عاود تاكد منهم وخلي الورقه الاجابه والبغويون دو كوتي. ومن بعد كي يقسموا علينا واش سماهم الاوراق الامتحان بون عندكم موضوعين، يعني الموضوع الاول من الموضوع الثاني. انا نقول لكم يعني حبذا يولو كان تخلو 30 دقيقه ولا 40 دقيقه كامله في اختيار الموضوع داكوغ، هكذاك باش ما تقلطوش باش تتاكدوا من الخيار نتاعكم وما تعودش ما تعودوش تيزيتيو بين هذاك ولا هذاك. واش ديروا دو بريفيرونس دو معاكم دي ماركور كيما هادو
بون مخرج مش عفوا راهم ادو معاكم دي ماركور ياك احكموا لو سوجي اقراو الموضوع الاول زين كملوه من ال زد ومن بعد شدوا كي تبداو في لي كيسيون كل كيسيون تحسوا روحكم تعرفوا الاجابه نتاعها خطوا عليها بالماركور داكوغ لا كيسيون اللي تجيكم صعيبه وما تعرفوش الاجابه تاعها فوتوها ما تخطوش عليها ايا كملوا الموضوع الاول الموضوع الثاني ديروا لا ميم شوز ومن بعد باش تكومباريو عودوا شوفوا واش من موضوع تعرفوا تجاوبوا عليه اكثر يعني ولا خططتوا عليه اكثر يعني اللي عندكم اجابات واللي جاكم اسهل بون هنايا نورمالمون تكونوا خيرتوا الموضوع ونقولوا راكم تخيروا الاول الزاوج ديروا اليكار كامل ارفدوا حطوا تحت الدرج ولا طبقوا دسوا مانيش عارف وين ديروا المهم بعدوا عليه علاه من اللي تخير الموضوع يا جماعه ما تبدلوش ماشي تبدا تحل في الموضوع الاول ومن بعد كي تلحق النص وتحصل فيه كاش سؤال تتقلق وتطيح تبكي ومن بعد تقول ايا نبدل الموضوع كامل ومن بعد يعشي فايتك الوقت عشي حل نص من الموضوع الاول ونص من الموضوع الثاني وهذا اكبر خطا يصراو يعني يطيحوا فيه جميع مترشحي البكالوري دونك اون فوا تخيل الموضوع ما تزيدش تبدل كمل ميم سؤال اللي ما عرفتوش ولا معليش فوتو وخليه للتالي دونك هذه في اختيار المواضيع نجو للاسئله الاسئله ابداو من السؤال السهل حتى السؤال الصعب داكوغ رتبوهم كيما هاك اذا في كاش تمرين جاكم سؤال ولا زوج صعيب ما عرفتولهمش وكما مثلا في المات للعلميين عندهم ثلاث تمارينات ولا اربعه في الفيزيك ثاني عندنا خمسه دونك ايفيتي وتحصلوا في السؤال التالي اذا ما عرفتوش سؤال فوت للتمرين اللي بعده حل التمرين اللي بعده وزيد الاخرين ومن بعد كي يبقى لك الوقت ارجع للسؤال الاسئله الصعبه يعني خلي لهم مكان بون راك تكون تكتب في البغويون ما تضيعش وقتك كامل في البغويون حل الاسئله اللي تعرفهم ومن بعد انقل الاسئله اللي تعرفهم في ورقه الاجابه ومن بعد الوقت اللي يبقى لك اذا بقات لك ساعه ولا ساعه ونص ولا يولو كان نص ساعه ثم وين ارجع للاسئله الصعبه علاه لانه في الباك احنا دائما نخدموا على النقاط يعني كيفاش تربح اكثر عدد من النقاط كيفاش تلقط النقاط دونك ما يهمكش اذا حليت التمرين كامل صحيح معليش يعني اذا ما عرفتش سؤال ولا زوج تاليين فوتهم ليسونسييل تحل كامل التمارينات ومن بعد كي يبقى لك الوقت تولي اليز ابدا خمم في الاسئله الصعبه ودوكا نجو لواحد النقاط مهمه جدا يعني لازم تفوقوا لهم واللي هي الحاجه النقطه الاولى هي ما تخلي اي واحد يضيع لك وقتك يعني في مده الامتحان ديك ثلاث سوايع ونص ولا ربع سوايع يعني ايفيتي والغش اذا لقى لك كاش واحد يقعد قدامك ولا موراك يقول لك وري لي ما تدورش ليها اصلا يعني ما ديرش النشر روحك ايفيتي وكاع هذو لي بروبليم والحاجه الاخرى النقطه الثالثه المهمه حتى لو كان يجي الحارس اللي يحرس فيك يعني الاستاذ اللي يحرس فيك يجي يسقسيك يعني صرات شحال من خطره وهذه صرات معايا شخصيا يعني استاذه كانت تحرس كانت تهدر في التليفون مع مترشح واحد اخر ما نعرفوش ميم با جات ليا كنت نحل في السوجي تاع العلوم هذه باك 2016 عادت تسقسي فيا عاد شادت لي السوجي تاعي وتكوبي من السوجي تاعي وحدها هي تهدر والاساتذه الاخرين ما هدروش دونك اذا صرات لكم موقف كيما هذا اهدروا على حقكم يعني ما تخلوش الاستاذ يرفد لا كوبي نتاعكم وينقل بها لواحد واحد اخر ولا كي يجي استاذ يهدر معاك في مده الامتحان يهدر معاك على دي سوجي خاطئين مثلا يسقسيك سوجي صعيب ولا سهل ولا يسقسيك وشنو الاجابه دي ولا دي باش ينقل لواحد اخر ما تهدرش معاه يعني ما تخافش منه وتقول يا ودي راه استاذ وراه حارس ويدير لي مشاكل ما كاش اللي يدير لك مشاكل دايوغ انت اللي قادر تشكي به اذا ضيع لك وقتك باسكو في الباك كل دقيقه يعني كل خمس دقائق كل نص ساعه راها بقيمتها يعني راك تحتاج الوقت كاين وين ما يكفيناش الوقت ان نكملو سورتو اذا ما عرفناش كيفاش نستغل الوقت بين ورقه البرويون ورقه الاجابه دونك ما تخلو حتى واحد يضيع لكم وقتكم النقطه الثانيه ثاني ايفيتيو انكم تخرجوا بدون سبب ولا تخرجوا للاستراحه اذا ما كنتوش اذا ما كانش لازم عليكم تخرجوا داكور دونك ايفيتيو لو ماكسيموم علاه باسكو كي تخرج راك دير النشر روحك يعني راحين يشكو فيك ما يديروا لك والو بصح راحين يشكو فيك الحاجه الثانيه راح تضيع وقتك يعني انت اذا ما كنتش اوبليجي ما كانش لازم عليك باش تخرج كي تخرج تضيع 10 دقائق ربع ساعه علاه يعني تحتاجها في وقت الاجابه
هذه الا اذا حسيت بدوخه ولا دخت، يعني سورتو البنات راهم يدوخوا ياسر. دو معاكم تنساوش القرعه تاع الماء تاعكم، حلاوه شوكولا كيما قلت لكم في الديبي تاع لا فيديو. تقدر تقصي الاستاذه انها تخرجك يعني زوج دقائق قسمة تتنفس سورتو اذا دختي، هذا مكا. سينو اذا ما عندكش سبه باينه مكا لا تضيع وقتك لانك راك تحتاج الوقت. نجو للنقطه اللي بعدها واللي هي استثمار الوقت. كما قلت لكم ما تضيعوش وقتكم كامل في البرويون، يعني اقسموا ديروا ساعه ونص الاولى اكتبوا كلش في البرويون. وثاني ننصحكم ما تكتبوش كلمه بكلمه، يعني اكتبوا رؤوس اقلام فقط، سورتو اذا كانت مواد حفاظه كما تاريخ وجغرافيا كما شريعه، يعني الحفاظه اللي تحطها في البرويون نفس الحفاظه اللي تحطها في ورقه الاجابه، استمع لها تضيع وقتك. دونك لو برويون اكتب فيها رؤوس اقلام، رتب تمارينات من التمرين الاول للتمرين الاخير، وجمع من فكره جاتك جواب جاك اكتبوا فيها داكوغ. ومن بعد كي بعد ما يقضي نصف الوقت تاع الامتحان ابدا جاوب في ورقه الاجابه. وشوفوا ما تخليوش للنص ساعه التاليه وتبداو تكتبوا في ورقه الاجابه. كاين ناس طلبه ياسر يخليو النص ساعه التاليه وبعد يقول معليش يعني مادامني راني كاتب في البرويون نقدر ننقل بالخف، ولا الاساتذه الحراس يخلوا لي الوقت اني ننقل، وهذا خطا. يعني كي تكون كاتب في البرويون يعني كاتب ربعه في مسوده وانت تكتب قانون فرقه الاجابه ويخلص وقتك، اذا داروا فيك مزيه يزيدوا لك خمس دقائق 10 دقائق، وكاين شحال من واحد صرات له نحوا لهم الاوراق نتاعهم في هذا السب. دونك استثمروا وقتكم واكتبوا فرقه الاجابه، وكي تكملوا عاودوا راجعوا الاجابه نتاعكم اللي كتبتوه داكوغ. وما تنساوش التنظيم، الخط راه جد مهم، يعني نظموا الخط تاعكم بحيث انه يكون واضح. كما قال لكم هو عاده يقول لك ممنوع انكم تكتبوا بلي كولور، بصح نتوما ادو. انا كنت ندي غوز نورمال غوز وفير باسكو نشتي نكتب بلي كولور. وشنو ترقم فقط، ترقيم كاش ما تسطر هذا مكا. والكتيبه الاخرى كتبها باللون الازرق ولا اللون الاسود. اوكي دوكا نفوتوا للنقطه اللي بعدها. ودركا نجيو بعد ما تكملوا ليكزام. بون قولوا كملنا ليكزام تاع نهار الاحد، كي تخرج ولا كي تكمل ما تتناقشش مع اصحابك الاخرين على الاجوبه. علاه؟ باسكو بارفو تلقى روحك غلطت في كاش سؤال يطيح لك المورال، والعشوه كي تروح تعقب تكون كاره وطايح لك المورال وتاثر على البيرفورمانس تاعك في الاختبارات الاخرين. دونك مهما تكون الاجابه ما تعاودش تناقشها مع اصدقائك داكوغ. انت خلاص اللي درتها فرقه اجابه راها ورقتك راحت، استما ما كان تزيد توجع قلبك. اذا كانت صحيحه صحه وصلاح الحمد لله، اذا ما كانتش صحيحه خليها على ربي. يعني ما كان تتحوس على الاخطاء نتاعك وتولي تبكي وتولي يزيد يكثر لك الضغط وتاثر لك على الامتحانات الجايه. استما النقاش ما كان، مام اذا سمعت صحابك يناقشوا فيك يجوا يسقسوك على الاجابه قول لهم يا ودي مانيش عارف انا اللي كتبتها راني درتها وخلاص داكوغ. دونك ايفيتي النقاش. حتى كي تروح للدار في الليل ما تجبدش الباك يعني الامتحان هذاك ما تعاودش تجبده، العكس دسو حتى بعد ما يخلص تخلص البكالوريا. دونك باسكو راه عندك سمانه ما عندكش نهار واحد وما عندكش امتحان واحد، استما لازم تستحفظ على المورال نتاعك هكذاك باش تقدر تكمل السمانه بخير. ودركا نجو كي ترجع يعني للدار خذ قسطك من الراحه، يعني تقدر تستريح تقدر تقيل تريح. وفي الليل اذا حبيت تريفيزي ريفيزي من الملخصات فقط، يعني ما تبداش تشلوش روحك ما تقراش معلومات جديده، يعني دير ريفرش للذاكره نتاعك فقط، دير انعاش للذاكره، اجبد ملخصات تقدر تضرب عليهم طلاق قبل لا ترقد. وفي الصباح لا ميم شوز، يعني كي تنوض الصباح تقدر تنوض بكري ماشي ياسر ماشي على 3 ولا على 4، العكس ارقد ارقد باش عقلك يكون رايح وانت تقدر تجاوب. يعني كي تنوض على 6 هكذاك تريفيزي الملخص توجد روحك وتروح وتبع نفس النصائح تاع اليوم اللي فات. ايا دوكا نجو للمواد ماشي المواد الادوات اللي لازم تديوهم. ديو تخوص صغيره كيما هاك
فيها ستيلو بلو نوار فير وكاش كولور روز ولا لي ماركور ما تنساوهمش ما تنساوش الكالكولاتريس على حاسبه بون للعلميين وللمتالم ادو زوج الات حاسبه اون كاو الاولى تحبس اون كاو كاش واحد بخد اخر يحتاجها ونساها صرا له ظرف سلف له تربح فيه اجر ثاني دونك ادو دو ما تنساوش تدو ادو مسطره ادو ورقه مليمتريه بون هما يمدونا الاوراق المليمتريه بصح اون كاو يعني دائما ديروا الاحتياط ادو تاعكم واهم حاجه اهم حاجه ما تنساوهاش ادو غرافوز وكما قلنا اهم حاجه اللي ما تنساوهاش هي الغرافوز ادو الغرافوز الصغيره تاعكم معاكم يعني باش كي تكملوا اوراق الاجابه وتزيدوا اوراق اضافيه تلصقوهم نتوما قبل لا تدوهم للاستاذ الحارس يا جماعه ما تتكلوش على الاساتذه الحراس باسكو كاين ياسر ما يجيبوش معاهم غرافوز ولا يكون عليها ياسر دوموند يعني ياسر طلبه يدومونديهم بعد يقول لك معليش معليش خلي اوراقك انا نغرافيزيهم لكم بعد دونك ما ديروش كونفيونس فيهم باسكو شحال من ورقه راحت في داك الشيء يعني شحال من ورقه تودرت شحال من جماعه صرا لهم دي بروبليم دونك ادو الغرافوز تاعكم شروها ب 5000 ولا 10000 من المكتبه ادوها معكم باش تكونوا ضامنين وتكونوا رايحين نورمالمون نعطي لكم كامل النصائح وكامل يعني الاخطاء اللي باش ما توقعوش فيهم على حسب بيان سور تجربه نتاعي انا مع البكالوريا ان شاء الله تكونوا استفدتوا منهم وان شاء الله يفيدوكم ما تنساوش بارطاجيهم مع كامل لي زامي تاعكم رايحين يعقبوا الباك خاوتكم وقولهم ان شاء الله ربي يوفقكم كامل يعني تاكدوا باللي انه المهم تاكدوا باللي اللي قرا ربي ما يخيبوش يعني كامل واش كنت تراجع في هذاك مده عام يعني العام اللي فات هذا كامل الدروس الخصوصيه اللي كنتوا ديروهم كامل التعب السهرات لي نوي بلونش ان شاء الله كامل تلقاو كيما نقولوا تلقاو الريزلت تاعهم داكوغ بعد الباك دونك بالتوفيق للجميع ما تنساوش باللي البكالوريا راه امتحان كيما كامل الامتحانات جوست رانا حنايا برك اللي مكبرين ودايرين وعاطين له هيبه يعني بصح هو كي تجي اون فان كونت كي تعقب وتكمل تولي تضحك على روحك سورتو اللي راهم متقلقين ياسر متوترين وخايفين ويتباكى يعني اون فوا تكمل نهار تالت تولي تضحك على روحك تقول يا ربي كيفاه يعني اكزام نورمال ما فيش حاجه بارتيكولير اللي تخلعنا ولا دونك هذه بالتوفيق للجميع ان شاء الله كامل تنجحوا بلي موين اللي حابينهم وديروا التخصصات اللي حابينهم في لونيفرسيتي و يس yes.